أبرز الطرق الخاطئة يلي بيلجأوا للناس لمعالجة الحروق هن معجون الأسنان، ورغم أنه بيساعد على تبريد الجلد لفترة صغيرة إلا أنه كميات الكالسيوم والنعناع الموجودة فيه بتؤدي لانتفاخ الحرق والتهابه. استخدام بياض البيض وهو خطأ شائع لأنه بيؤدي لنشر البكتيريا حول الجلد، الزيوت والزبدة فهن بيتسببوا بزيادة حرارة الجزء المصاب بالحرق وبالتالي بتسوء الحالة، واستعمال التلج حيث أنه وضع التلج مباشرة على الحرق بيسبب بتلف إضافي للجلد. لمعالجة الحرق لازم تتخذ الإجراءات التالية: وضع الحرق تحت المي الباردة لمدة 20 دقيقة لتخفيف التورم والوجع وتصريف الحرارة بعيدا عن الجسم، تنظيف الحرق بالمي وصابون مضاد للبكتيريا من دون الضغط على الجلد، استخدام كريمات المضادات الحيوية أو الأنتي بايوتكس بحال سبب الحرق تقرحات بالجلد، استخدام المسكنات للتخلص من الألام الناجمة عن الحروق، دهن الصبير أو الألوفيرا يلي تعتبر مادة مضادة للالتهاب وبتعزز الدورة الدموية، وأخيرا دهن العسل على الحرق فهو بيمتلك خصائص مضادة للالتهاب والبكتيريا وبيعقم الجرح وبيمنع العدوى.